من كتابة التاريخ على الصعيد الأوروبي والعالمي. بعد الاستقلال بسبع سنوات وصول كرواتيا على المركز الثالث في مونديال 98 بفرنسا، وتمكنت من الحضور في يورو 96 بإنجلترا، كان أول حضور كريستيانو رونالدو. 1-0 يسجل كريستيانو رونالدو، وأخيرا يعود للتهديف كريستيانو رونالدو اللي دافع عليه مدرب المنتخب البرتغالي، وصفه مورينيو بأنه لا يتقبل الانتقادات، لكن الدفاع جاء من بينتو مدرب البرتغال، وكريستيانو يرد ذلك لمدرب المنتخب بلاده بهدف جميل أمام الإعادة مرة أخرى. الراوغ وصوب باقتدار وضع الكرة في المرمى. كريستيانو رونالدو يعود للتسجيل من جديد، يعود لمغازلة الشباك، يعود للتهديف كريستيانو رونالدو صاحب كلمة السر في هذا اللقاء.